في 2020 أصبحت الحياة أكثر صعوبة. ظهرت مخاطر وتحديات جديدة بظهور كوفيد-19. بدأ وكأننا في عالم مختلف. اسمي سميرة وأمي تترأس نادي ديميترا في قريتي، وهي مجموعة تضم النساء والرجال لحل مشاكل المجتمع بما في ذلك زواج القاصرين. الكل يشارك حتى رئيس القرية. والآن بفضل المناقشات داخل ديميترا يبقي الآباء الفتيات مثلي في المدرسة بدلاً من تزويجهن. عندما وصل كوفيد-19 ناقشت أندية ديميترا سبل حماية أنفسنا، وتحدثت والدتي في الراديو لتبادل المعلومات حول الفيروس. أنا وأبي كنا فخورين للغاية. ثم تجولت في القرية من منزل إلى آخر لرفع مستوى الوعي حول تدابير الحماية ضد كوفيد-19 وللإجابة على الأسئلة. اتخذت أندية ديميترا العديد من الإجراءات، مثل صنع أحواض بسيطة لغسل اليدين وخياطة كمامات لبيعها بأسعار معقولة، كانت كمامة زرقاء. مررنا بأوقات صعبة للغاية، لكننا لم نخف. هنأ رئيس قريتنا أندية ديميترا على مساعدة المجتمع خلال الأزمة. معاً نظل صامدين أكثر، وقصتنا هي واحدة من بين قصص كثيرة. اسمي نيشا. في قريتي نربي الأبقار والماعز للألبان. قبل كوفيد-19 كانت أمي تساهم مع مرتب أبي وأخي بمبيعات الحليب، ولكن عندما تم إغلاق البلاد بقى الجميع في منازلهم. لم يتمكن أبي وأخي من العمل، واختفت مبيعات الحليب بين عشية وضحاها. لحسن الحظ تعلمت أمي طرق الزراعة من مدرسة المزارعين المحلية التي تضم مجموعة من النساء. حصلت على بذور الكانولا وزرعتها في أوائل الشتاء قبل أن يصلنا الوباء. أثمرت الأرض أثناء الإغلاق، وتمكنت أمي من تعويض الدخل المفقود لعائلتنا. وعندما لم تتمكن من مقابلة المجموعة وجهاً لوجه، التقوا عبر النت عبر مكالمات الفيديو. وعلمتنا مدرسة المزارعين كيف نحمي أنفسنا من الفيروس. بدا وكأننا في عالم مختلف. لقد تغيرت أشياء كثيرة، ولكن من خلال قوة التنظيم المجتمعي تمكننا من دعم بعضنا البعض والتكيف مع التحديات الجديدة.